ومن الحب ما قتل. عبارة تبدو شاعرية، فقلب الإنسان عضلة مهمتها ضخ الدم في أنحاء الجسم وغير مسؤولة عن المشاعر، لكن العلم أثبت صحة المقولة. ألم الفراق والقهر قد يصيبك بنوبة قلبية أو جلطة تؤدي إلى الوفاة. تعبير القلب المكسور أصبح يعرف كحالة مرضية اسمها متلازمة القلب المكسور، وهي ناتجة عن انفصال مؤلم عن الشريك أو فقدان أحد الأحباء بطريقة فجائية موجعة. أعراض هذه الحالة المرضية تشمل آلاما في الصدر، وجعا في القلب، قلة النوم، آلام البطن، القلق المستمر، عدم القدرة على التركيز، إضافة إلى ضعف جهاز المناعة وضيق النفس. دراسة نشرتها جمعية طب النفس الألمانية وثقت انهيارا في الصحة العامة وحدوث جلطات قلبية لأكثر من 60% من أشخاص مروا بتجربة فراق لأحبائهم. التوتر والألم الناجم عن آلام الفراق يحفز مناطق في المخ مسؤولة عن إفراز هرمون التوتر الكورتيزول بإفراط، ما يسبب أمراضاً مثل السكري وانسداد الشرايين والجلطة، وفي بعض الأحيان توقف القلب. المجلة الأمريكية للطب عرفت الفراق كسبب رئيسي للإصابة بالاكتئاب، الذي يؤدي بدوره لإصابة الجسم بآلام المفاصل والعضلات وضيق التنفس واضطراب دورة النوم ونوبات الهلع والقلق التي قد تصل للانتحار. يمكن علاج هذه الأعراض طبياً عن طريق الأدوية للضغط العصبي، إلا أن هذا لا يمنع أن 4 إلى 5 من الحالات قد تنتهي بالوفاة، خاصة لدى كبار السن. هل مررتم بأعراض الصدمة العاطفية من قبل؟